شوف ان انت لما بتقابلي راجل متجوز بيحصل نوع من الاعجاب، بس بعد فتره هو قرار ما بين الاستمرار في هذا الاعجاب او الانسحاب لوجود امراه اخرى. عدم الانسحاب بتاع الست من حياه الراجل ده بيقول له لا انا مرادي اني اكون زوجه تانية. خلينا نبقى صراحه مع بعض، احنا في ايدينا ان احنا نحب وننسحب، وفي ايدينا ان احنا نحب ونكمل. ونكمل. فاذا ملاش في دور الملايكه، لا 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 لا، عشان مش احنا موضوع مش ملايكه ملايكه. خالص، احنا مش ملايكه كلنا. بس انا رايي لا، مش الست هي اللي بتخطف الراجل، لا انا طبعا رايي ان اكيد. الراجل هو اللي خطف الست دي وحطها في ظروف هي على فكره ممكن ما تقبلهاش، في ظروف وناس اصلا ما تعرفهمش وناس غريبه ووضع غريب وظروف غريبه. لا، هي الست اللي بتتخطف مش الراجل اللي بيتخطف. يعني المرأة الراجل لا يجد مجني عليه اي عليها، حاجه. مجني عليها مش جانية. لا 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 لا، مش مجني عليها ومش جانيه. ده خطافة. لا لا، وبس مش انا لا، خطافة. انا بالنسبه لي كرايي انا ايه، يعني الراجل ما يتجوز، طيب ثانية ما يتجوز وينبسط ويفرفش على الاقل كزوجه اولى، هيرجع لي مبسوط ومفرفش ومروح. عارفة على ولو فكره جت زوجة قال ثالثة لك، بقى قال لك اسمعني بس، في بالعكس. مثل مصري بيقول رايحه فين يا جديده، قالت رايحه اجيب حظ للقديمه. ايوه، يعني احيانا ان الجواز التاني بيصلح علاقه الراجل ده كثير الاحيان بتخرب بيت لا الاولى لا وبتشرد لا العيال. لا لا لا. استاذ لا احمد، طبعا انت شايف لا ان لا، الزوجه خطفت رجاله الثانيه بالعكس خطفت بتفرفش رجاله؟ الحياه، الزوجه بتنسى الثانيه بعض. بعد اذن نسمع بعض. حضراتكم، لا معلش مع ده احترامي ظلم. ليكم، اه اشرح لنا، الزوجه اشرح لنا الست ليه اللي تفكر في راجل متجوز تبقى على طول خطفاه، بلاش التعميم وتبقى بس. مبادئ. انا وجهه نظري، وجهه نظر زي انتوا بتقعدوا تقولوا الراجل المعقد نفسيا والراجل. الست اللي تفكر وتبص وتختار ما حبكش غير على الراجل المتجوز ده، في حاجه اسمها مبادئ، في حاجه اسمها حسن اختيار، في حاجه اسمها ان ممكن يجي لي زوجه ثالثه. ولما يجي لك الثالثه تعملي ايه؟ ما هو نفس المبرر، ان الزوجه الثانيه والثالثه والرابعه. اللي تبص الراجل متجوز وعنده اولاد ده زيرو مبادئ، حلوة. زيرو ممكن اختيارات، يا حياته استاذ حياته سيئة احمد وظروفه سيئة وطلق. لا لا، سيبك من طبعا مفيش مبادئ. انا عايز افهم من حاجة، هو خرب الراجل شرابي. كارثة استاذ طبعا احمد، ايوه يا فندم، ممكن خرب بيت تشرح الست. لنا كلمة مخطوف؟ ما معنى كلمة مخطوف في اللغة العربية؟ الشخص يعني المخطوف، عشان ما هو شكل الست الشخص اظن ما تقوليش ان انا شخص في اللغة العربية. ثانية واحدة يا جماعة، اللغة العربية كلمة المخطوف، ما هو مواصفات الشخص المخطوف؟ الست مالكش دعوة بالست. هشرح لك بقى، اتخطفت بقى. انا بقول كلمة المخطوف، المخطوف مسلوب ارادته زي ما قال، كلمة المخطوف وضعت عليها الشباك. هو طفل، دي حاجة تهين الرجل وتشيل. طبعا احنا بنتكلم على اطفال مش رجالة. الزميلة قالت ايه؟ يعني ربنا اداله قوامة. ما تستسكاش عليا، شافت الراجل حبته غصب عنها. استاذ احمد، ما تستسكاش عليا، انا سألتك سؤال، معنى كلمة مخطوف؟ رسمت عليه. لا مخطوف يعني اللغة العربية يا اخوان. لا شخصيته على حسب دراستي. طب وعقله فين؟ دبسته؟ لا مش عقله فين؟ برضه في ستات كيدهن عظيم، يعني في لما تبقى شعر الاصفر والميك اب والبهارات اللي ما عندهاش. ليه 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 الشعر الاصفر؟ لا يعني اللي هو الشوي بقى الحلو حلو. الزوجه الاولى قاعده رايحه عند بتربي العيال. محدش يشوف الراجل. بص الراجل، الست اللي قاعده يعني زوجاتنا قاعدين بيربوا في العيال، ما بين الدروس وما بين الرياضه بتاعت الولاد، ما بين تنظيم البيت وبتكد وتشقى عشان تعمر البيت، يلاقي واحده قاعده فاضياله رسم عليه. والزوجه الثانيه دي على فكره في كثير من الاحيان بيبقى الراجل ده يستاهل انه يتخطف، يترسم عليه. يعني عمره ما هيكون غلبان. ثواني بس، لو ده راجل غلبان ما حلتوش غير مرتبه، مش هتحبه ومش هيبقى دقات قلبها غصب عنها. لا لا، عشان بس انا واصطادته بدليل ان في كتير من الاحيان بترسم عليهم متجوز زي بعض الحالات وما بتسكتش غير لما يطلقها. حلو قوي. والله احمد، التانية بتبقى عشان ننقل بس.